على مستوى هذه المحطة الخاصة باستقبال وتصفية بذور القمح بتعاونية الحبوب بولاية أضرار، يعمل هؤلاء الشباب وعلى الرغم من الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة بجهود مكثفة من أجل تحضير أجود البذور لفائدة الفلاحين. تستقبل يوميا من الساعات المبكرة للصباح إلى ساعات متأخرة في المساء منتوج الحبوب الخاص بالبذور لهذه السنة. هذا العام تم رفع المساحة المخصصة للحبوب إلى أزيد من 800 هكتار ليتم استقبالها في محطة تصفية البذور بعد الاطلاع على نوعيتها. معدل يعني ما يقارب إلى 900 قنطار يوميا يتم استقبالها من البذور ليتم تصفيتها وإزالة الشوائب منها والأعشاب الضارة والأحجار وتحضيرها في احسن نوعيه للبذور لموسم الحط والبذر القادم ان شاء الله. العرض بارتي تعالج طول وبارتي تعالج الثقل البذور، في النهايه المهم تحصلوا على انظف زريعه والنوعيه افضل. كميات معتبره يجرى تحضيرها لفائده الفلاحين بمناطق وولايات مختلفه وسط مراقبه ومتابعه تقنيه ونوعيه دقيقه ومستمره. بالنسبة للمحصول لهذا الموسم 2021-2022 محصول جيد بالنسبة للمحاصيل الأعوام السابقة، وهذا يتمثل في خلوه من الأعشاب الضارة والارتفاع النسبي في الوزن النوعي، وهذا بالتنسيق مع مصلحة نوعية الحبوب النوعية، وهذا اللي تقريبا لإرضاء الفلاح لنوعية البذور كما ونوعا. زيادة معتبرة وتطور مستمر لإنتاج البذور من شأنها المساهمة في تطوير شعبة زراعة القمح بالمنطقة وبلوغ أعلى مستويات الإنتاج مستقبلاً.